حظيت صباح اليوم بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي، وكان موضوع لقائنا بالخصوص يتعلق بعقد القمة السابعة لاتحاد المغرب العربي، وهو الموضوع الذي أثرته أمس مع الرئيس فايز سراج في طرابلس، باعتبار أن ليبيا هي التي تتحمل منذ سنوات مسؤولية رئاسة الاتحاد، ولابد إذن أن تدعو دولة الرئاسة أن تدعو لعقد القمة، قمة التي تجمدت منذ 24 سنة، باعتبار أن القمة السادسة انعقدت سنة 94 والسابعة أجهضت عدة مرات، وقد آن الأوان لكي تلتئم لتعطي دفع جديد لاتحاد المغرب العربي الذي يكون تجميده أو عدم تنشيطه يتضمن خسائر فادحة لشعوب المنطقة وخاصة للشباب ولمواطن شغل للشباب. لذلك فقد وافق الرئيس سراج على الدعوة لعقد هذه القمة، وأنا أقوم بمساعي من أجل أن تستجيب جميع الدول المغربية لعقد هذه القمة التي بدونها لا يمكن أن نعطي دفع جديد لاتحاد المغرب العربي، رغم أن الأمانة العامة تشتغل كثيرا وتعد الدراسات وتنظم الندوات لتسهيل أخذ القرارات التي حسب القوانين المعمول بها منذ التأسيس الاتحاد سنة 98 أن القرار لا يتخذ إلا من قبل مجلس الرئاسة.